السلام عليكم. انا جيت هذا كنطلب سميتو على حساب عندي شي مشاكل في المحل مع على حساب كورونا. كنت بخير وعلى خير، كنت بخير وعلى خير، بايع وشاري وتنخلص ديالي، ولكن سبب كورونا جات القضيه ما بقى دايرت شي حاجه وما بقيتش. بعت الطوموبيل ديالي، بعت المسا، وليت كنمشي في الطاكسي وداك الشيء. وزايدون انت على المحل دابا شي ثلاثه، دابا راه مازال ما كاين والو، يعني يلاه بايع شي 4000 ريال ولا شي حاجه. عندي المشاكل ديال الدار وانا كاري، ما عنديش المحل ديالي، انا كاري ما والو، كنخلص من الدار ونخلص من هنا 6000 درهم. جاتني قاصحه شي شويه، ولكن مع هذا هو الظروف، واش غندير؟ ما عندي ما ندير، يعني 6000 درهم ديال المحل كثيره عليا بزاف. وعندي المشاكل في المحكمه، دعاوني في المحكمه باش يخرجوني، انا ما عنديش كي غندير، ما عندي كيفاش. ولا من 2001 وانا خدام في المحل وبنيت المحل كامل، يعني المحل كامل انا اللي صوبته، مولاها الله يرحمه راه ما خسر فيه 4 دريال. انا نتقلد على الهضره هذه، مولاه ما خسر فيه 4 دريال. الازمه ديال كورونا راه ميته، يعني ما بقى عندنا ما نديرو والو، واقفين ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندنا ما نديرو، حيت حنا كنخدمو مع السواح مع البراني، ما كنخدموش مع ولاد المدينه. المدينه راه عرفنا عندهم الحوت، عندهم المسائل ديالو، ولكن البراني راه ما كاينش. البراني اللي كنديرو معاه شي شويه شويه راه ما كاينش، يعني كلشي تدعى السبب ديال كورونا، ما عندنا ما نديرو. هادشي اللي كاين، هادشي اللي عطا الله وصل. غنطلبوا الله والمسؤولين يشوفوا شي حل الا كاين شي حل عندنا صافي. انا خدام، انا والمراه ديالي كانوا عندي 6 ديال الخدامه، ودابا انا ما بقى عندي حتى واحد، بقاو عندي دابا 2 البرا ديالي وواحده اخرى، هما اللي كاينين، و4 اخرين راه مشاو. واش انا ما عندي ما نعطيهم؟ ما عندي حتى شي حاجه، ما عندي ما نعطيهم. الحاله ديالي انت كتشوف فيها، ما كاين حتى شي حاجه، انا براسي ما لقيتش كيفاش ندير راسي. غادي له في الافلاس نيت المحل، انت كتشوف ما عندي كي ندير ليه. انا المحل راه موسخ، المحل دابا نيت راه هو خاصو سميتو الفلوس، ولكن انا ما عندي كي ندير، ما عنديش الجهد، ما عندي كي ندير. انا خليت، انا بقيت دابا بلاش. هادشي اللي كاين. انا عندي انا حسنيه مرت العربي، مرت المرزوقي العربي. حنا اللي في هذا المحل، حنا اللي جانا الانذار اخويا ديال هذا المحل. حنا عندنا المشاكل اخويا، وعندنا ما بقينا كنصوروا والو. من بعد كورونا راه ما كنصوروا والو. قبل كورونا راه كنا نخلصوا لهم الكرا ديالهم، ولكن من بعد كورونا راه حطمتنا كورونا، ما عندنا ما نخلصوا، ما عندنا والو. ما نكذبش عليك، واحد النهار نديو 400، واحد النهار كاع ما نديو اخويا. الطوموبيله ديالنا بعناها باش عطينا للسيده الفلوس ديالها، وباش قلنا لها اجي نتصالحوا ونتسامحوا بيناتنا، وتنقصي شويه ونبقاو نعطيوك شويه، لا صورنا شويه نعطيوك شويه ديالك. راه حنا غنعطيوها الكرا ديالها، ولكن اذا حاليا راه ما كاين والو. حاليا ما خلاتنا كورونا نديرو حتى حاجه. الضواو راه واحلين في الضواو، الكرا ديال الدار تا هو راه واحلين فيه، ما عندنا ما نديو. حيت من هنا فين كنصوروا كل شيء، من هنا فين كيتخلص الضاو ويتخلص الكرا، المصاريف، الخدامه، من كل شيء. حنا دابا راه الغالب الله، كنطالبوا من الله وسيدنا والمسؤولين، الله يجازيكم بخير، ديروا معنا شي حل، الله يرحم الوالدين. حنا بغينا غير شي حل، وما ديالها خويا راه غنعطيو ليها، ديالها غنعطيو ليها، ديالها كتسالو سوا هنا سوا لهي، ديالها حنا غنأديو ليها، ولكن تصبر علينا ونطلبوا من الله والمسؤولين وسيدنا يشوف من حالنا، والمسؤولين يديروا لنا شي حل مع هاد السيده. واش كيدوز عندكم هاد النهارات ديال كورونا؟ والو ما كاين والو اخويا، ما كاين والو. راه اليوم السبت، راه الربعه هادي راه يلاه تصفي لنا بجوج فريتور، الربعه هادي يلاه تصفي لنا بجوج فريتور 60 درهم. اي والله اش غادي تعطي هذه 200 درهم في النهار؟ فين غتجيبها؟ عاده زائد الخدامه وزائد الحوت وزائد الضو وزائد لا بغيتي المصروف ديالك انت نيت. ها المركوب راه خصك ليه شهريه. المركوب الا ما مشيتيش قبل 8 راه غتفوت 8، خاصك تمشي ب 30 درهم. وما عندناش اخويا، والغالب الله. كنطلبوا من الله ومن المسؤولين ومن شي واحد من خوتنا المسلمين الا حنوا فينا يفكوا معنا، يعاونونا ينفكوا هذا الشيء. حيت حنا وحنا غتلوحنا المراه وغتلوحنا المحكمه، حنا ما عندنا فين غنتلاحوا اخويا. 16 عام وانا كاينه هنا فين كبرت ولادي، هنا فين كلاو ولادي، هنا فين تيشربوا ولادي، فين مخلصه المدرسه ديالهم، في كلشي. ما عندي فين غنتلاح. الله يرحم لكم الوالدين ويجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين ويخلي لكم وليداتكم، ويرحم لكم الميتين ويخلي لكم الحيين. الا ما شافوا من حالنا، والله ينصر سيدنا ويطول عمره. الا ما خصو يشوف هذا الفيديو ويشوف من حالنا، يا ربي تبارك وتعالى والمسؤولين يرخفوا علينا شويه. حنا صافي، راه لا اله الا الله محمد رسول الله.